ويا اهلا، جيتكم فيديو جديد. اليوم راح يكون في الاستراحه. جينا قبل شذافة بنطلب ونسحب عليها. يا طبعا الملاعب حقت البزران. وشو وين عندنا كريستيانو فرعنا؟ بس ان كريستيانو يعني نصراوي هلالي قصدي. الوجه الباب يا طيبه. يلا افتحي. طبعا هذا تخيل باب الكتروني، ما عرفتي تفتحينه؟ وخفي امسكي مارتي. امسكي. هذا باب الكتروني عشان كذا يعني مستغربينه. شكرا. امسكي ثاني انتي. هذا باب الكتروني كتروني. بعدين اوريهم. شوف طبعا يفتح على ورا، بس لازم ترجعين. لا مو صاحب. انت لازم تسحب. اي هو كتروني. ايش فيك انتي؟ اسحبي ارجعي لورا. اه كذا. اي وين صار لي؟ خلاص الحين ترى بيزن عنده في حرامي. الان وقت قهوتنا اللي نصدع بدونه، هي اصلا كلها حليب. صدع 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 وهي اصلا كلها حليب. طبعا طلبنا من وما نبي هذا ونقي في اصلا ايش؟ ولا نبي سبيشاليتي كوفي. سبيشاليتي كوفي بس يلا. هو يعني علاقه معروفه. طب بصور يا خرا حجي. الله اكبر عليك اليوم. الله يزيلك. رجعوا لك الحرف. رجعوا. افتح الاشياء. لا تفتحين، بصور بالكياس. لا احلى نفتح. خلاص يلا. طبعا هذا ليتيتنج حق شهاد. يلا طبعا انا الصحيه اللي ما اخذ شيء بدون سكر، وهنا عندنا شهاده غير صحيه. تخيلوا هذه العلبة صغيرة بكم؟ ساراميسيا. تخيل اسمك خيب كم الصغير. صغير كان صغير. والله مرة صغيرة تراها. ترى 19 ذي مرة صغيرة. يعني هذا ترى الكوب العادي الصغير، حتى هذا الكوب صغير ترى. يعني مو كبير عشان يحسبون ان هذا كبير وهذا عشان كذا. لا هذا كوب صغير وهذا الصغير اصغر. هذا ما كنا فنجان، عرفت؟ كنا فنجان قهوة. جايز مو جايز قصدي. المهم تخيلوا، طلع مكتوب لنا لاتيه. احنا بعدين صح نتلخبط خلاص، بس مره اشوا اول مره يعني كافي زي الناس. طبعا هنا شهد كبت عيني تقلي السعرات، بس انا ما لا تقلي السعرات، بس انا ما في فايده. حلو السعرات، سعرات فيه موجوده تخافي. ما احبه يعني تقلي السعرات. حركات تقلي مو بلاسهم. اعطوني افكار نزليها انت بكره. نزلي بكره. طيب لا مو بكره. الا بتنزلي بكره. ما اعطي افكار للموضوع. شلون اصدق بكره؟ هذا مو جدولي، انا جدولي يوم الاثنين او الثلاثاء. لا تدخل نزيل. طيب ايش تبون؟ تبين افكار؟ ايه. هو اصلا في احد يشوفه عشان يعطي؟ في احد اصلا يشوفه عشان يعطي افكار؟ انا يعطون افكار ان شاء الله. طبعا يعني نعم بالموجودين، بس انت متابعين قليلين. شكلي ما في افكار. رحم امك، راح يفتح بجوجل يقول يجيك سعر جابتك اوسع. المهم اعطوني افكار يوم وطني. يعني احنا اصلا قصه ما حطك يعني. ايه. ها؟ يعني طبعا شهادة تتكلم سموشن. غصت شفتي كيف؟ هذا عشان السعرات قصتي فيها. اصبري. المهم احنا كذا يعني في المدرسة يلبسون اشياء يعني ايش؟ عبطية. يعني استهبالية كذا كدش وعن قناع وكذا. اعطوني محلات تبيع نظارة اللي تنور بس خلاص. طبعا شهادة ما بعد جت، وحد قهوينا وخلصنا وهي ما بعد جت. ونروح الحين وما بعد. بالضبط. شرفت الاستاذه شذا. بالله نزل جوالك. شو ساكم ساكم ما بيبين انعكاسي. لحظه كذا. الساعه 9 بدري بدري. 9 بدري والله. بدري جدك. ها بشرتك زينه. لا والله شاينه، ماخذ الكتان قبت. ما ادري والله. اي صح هنا زين. اوكي ميك اب بس انا لا والله هي زين. صح صدق كسفت. شو اسمه؟ خيي شفتي الفلوق اللي سويته؟ ايه تفرحي. لفي 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 ما صار. شوف الخيانة. شفته والله من يوم اللي اشوفه. شوفي حاطين صورتهم هم صغار. وانا وين؟ انا وين يا خرا؟ تحداكم وين شهد وين شهد؟ وين شهد وين شهد؟ وانا مفوي استغفر الله. طبعا خليني اعلمهم. سبينا خليني اعلمهم. هذه شهد على الصغيرة وشهد هذه. طيب وانا وفي انا وفي. شوفوا كفر منو جايبت هذا؟ شين والله حسيت. شوف شهد انا حق. وهذا انا امسكه 3 ريال. هذا هذه مو ورقه انت مدخلتها داخل؟ لا اوكي. شوفي السكر كلكم تحسبونها ورقه. السكر مو مشين.
هاي سكر صدق عادي. من كافي. إيه من كافي. إيه حسي. وش اسمه حق شذا؟ الله اليوم. مش أنا توقعت ورقة مدخلة. لا حق شذا شوفي وريه كذا. تخيل من تحفين تخصيص حق شيء. إيه عارفة. تخيلي. تخيلي الحين الجودة حلوة. مرة جيدة. كم ريال؟ تغير. 3 ريال. وين يقول لك 3. ما حطيت صورتي كلبة من 3 ريال. قالتني يوم تطلب نروحتي. نطلب. قوم قوم خسارة. نطلب. 3 4. 4. عندنا صورة. صح 4. إيه عند الوطنية عندها مشتغلة إن شاء الله إلى يومك هذا. ما تروش كذا. ما تروش شيء. وايد زقعة. ليه معفنة على الدرجة؟ لا مو معفنة بس من زمان ما تروش. لا والله 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 من زمان يعني بس أنا لا والله 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 بس إنه يعني ما توقعت تتروش. شو مش هذا ما تروش؟ لا والله العظيم والله والله. هذا ما تروش. من زمان. مو من زمان. والله ما بررتي له. لا والله العظيم والله 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 هي ما تروش قريب أنتي برجع. تروش قريب. الخميس متروش الخميس. متروش والله الخميس. يوم جمعة. ترضى نعم يقولون إن هي بخزة اشتخلص لهم لا بس أنا لا توقعت إنها عشان الاستراحة توقعت عشان الاستراحة تتروش بس ما توقعت إنها ما قلت إنها من زمان ما تروش يعني لا ما تروش ما دخل يعني قعدت أسدد فيها في الصالة مش فيك إيه ما صورت وجه الصالة ترى أبغى جيل بتجيل أصلي ما زينها ما زينها تبقى جيت شو بقى طيب أكمل لكم فلوج عن الجيم شو رأيكم؟ والله شيء شو عندكم؟ مصر عليه أتمنى الجيم تسوي الكت طبعاً يلا قولي جبنا سماعة طبعا ما راح يعني نرقص اكيد يعني بس بس نسمع نسمع لي اشياء اليوم الوطني عرفتوا اشياء وطنيه عندنا فن بس ليتني جايبه كدش وش اسمه علام مو علام بس ونظاره اي ونظاره تنور واو جوب ارتجاج خلاص المهم فبس والله عندنا الاولاد الغير صحيين شو ايش قاعد ياخذون بيتزا يا انا غير صحي صالح غير صحي شوف غير صحي يا الله غير صحي شوفي شوفي غير صحي هذا غير صحي ابدا هذا غير صحي بيتزا صحيه بعدين يمكن كنا نصور قلت ما عليك شيء يعني الصخور اللي دبيت عليه قناتكم انقرضت للحين لا انقرضت للاسف يعني الوطنيه عندها هالسنه شغاله شغاله ولا سواد كيف الحين بتعطيني احلى بلوك طبعا انا خربت دخلت ليش تقول ايش تبعدين انا قرب والله اعرف اني حاشرتك الحين لا طبعا شهد راحت عند البيتزا اسمعي اسمعي صوريني صوريني رحتي انت بتجي والله كانت في الغرفة اسمعي سوري انا بسوي كذا كنا كلهم مسافرين سوري كيف سوري اوكي يلا والله انا قلدت انا شلت يطقون من القلد الثاني بالجزمة طبعا شاهد قاعد تسمع الحين تعبيرها اللي احنا ظلمناها قلنا ما هي حافظتها طبعا طلعت حافظة بس النص والحين قاعد تشوف ثاني لا والله لا كذابة كذابة قاعد تشوف النص الثاني انها وقفت نسيت نسيت وهنا شاهدها قاعد تطلب شاهدها قاعد تطلب خلصتي؟ الحمد لله كان قلت دعاء السفر قبل سنتين تربك هذا نصه هذا نصه الحمد لله عشان شلون شلون وقفت النص الثاني صدع راسي اصلا من النص اصلا بقول لكم شيء شفتوا هذه من بقايلة طالب العشاء الساعة 12 حبيبتي متى يوصل يا قلبي شكلنا بنروح ما حد يفتح له اصلا حبيبتي ناس كذا ما راح تجي وشو؟ ما راح تجي مين ما راح تجي؟ النظار ها؟ ما راح تجي النظار وست لانك حيوانة مو انا ودي لو اعطيتها وجه قولي طيب هي كانت تطلب نظارة بس لقيتها عطلتها عشان كذا فتتأخر توصيل نظارة الحمد لله لا اتوقع اذا استلام
يجي بكرة. صح بكرة انت لحق دخلنا عشان جبن العم يا مطار بكل اربع. ايه بس عشان لو ما عجبتها يمديها تدور غيرها. ايه ارجعها واقدر ادور غيرها. وانا باخذها من الاحد كذا اخليها بشنطتي لانه فجاه كذا. يلا خير عليكم الحقونا يا مدري الحقوناش. تخيلوا بنمشي والحين ما طلع اصلا ما بعد طلع. هاي جايز طبعا شاهد معكم. شو اسمه متابعين الجايين يعني او متابعيني ما ادري. شوف طبعا بست لبس مدرسة مصاب يعني عندكم منها مدرسة لبس مدرسة وتيشيرت. ثاني طابعة اوراق العمل حقت رياضيات عشان بروح لا هنا كان هي ساعات تقول كذا المخرج عاوز كذا صعب اخذها متأخرة مرة الحين الساعة 7:15 وانا ما طلعت من البيت. والحصة تخلص الساعة 27 دقيقة. باقي حصة باقي 10 دقايق او 5 دقايق بتخلص. وانا الحين ما طلعت من البيت فتوني حتى ما لبستين بس تو توني لازم بروح باخذ طباعة تو وبروح اخذ مصروفي بعدين بنزل البس عباتي اخذ مويتي يعني سالفة طويلة فهمتوا. وبس والله يعني اهم شيء ان اول حصة صراحة علينا بدنية يعني عشان كذا مرة ما اهتميت انه علينا شيء مهم ولا انه شيء مرة مهم فهمتوا. واليوم عندنا speaking انجليزي فحفظت هي نفس التعبير تحفظينها تسمينها لها فهمتوا. فحفظت التعبير امس حفظتها بس جيتها وقطعت من التوتر يعني فقالت لي احفظي كم كلمة وتعالي لي بعدين. جيتها اليوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ادعو لي يا رب ما نصير لين بس اضافني مرة صغيرة كسرة بس والله. ومعلومة اول مرة اداوم يوم الخميس بالترم يعني اليوم عشان عندي تحديد اختبار وحل ورقة العمل قالت انه ما راح ارسلكم اياها تبون تعالوا. فانا ما احب يعني ما اضمن البنات صراحة يعني اخاف انهم مثلا يغلطون بشيء ولا شيء وبدي انا انكب يعني. فقلت خلاص بروح الخميس وش نسوي يعني لانه اصلا اجازة يعني ما داومت 3 ايام يلا يعني شو نسوي فهمتي. اصلا اسبوع الجاي راح اداوم كله لانه عندي اختبارات واللي بعده بداوم يومين بس والله. طبعا يعني اخواتي قاعدين يناظرون يعني قبل يناظرون شو اسمه مسلسلات وكذا وجالسين في البيت. انا بروح طبعا مواصلة عشان كذا كنت مسوي لكم فلوك وكذا حركات. طبعا تو اقول لكم انه مواصلة عشان لي خلق صور يعني لو اني مو مواصلة ما ادري. طبعا لبست تبعتي لبست ازمتي الحين رايحة طبعا وتأخرت مرة وامي ما تدري اني اتأخر على الدرجة يومي راحت نسيتها سواك رجعلي وحين مرة تأخرت يعني أول مرة أتأخر كذا في مسيرة الدراسية كلها صدق. بدأت الحصة الثانية تخيلوا الحين الساعة 37 دقيقة صار الحصة بعدي الحصة الثانية بعدي 10 دقايق بس يعني عادي. طبعا الحين طلعت وش اسمه وطبعا بعد المدرسة راح أروح أنا وصديقتي الكافي جنب بيتنا كذا عشان نتقهوى وبس والله. طبعا راح اصور لكم اذا طلعنا من المدرسه ونشوف اوريكم احنا مدرستي وكذا وكذا بس والله. طبعا قربت المدرسه وخلاص كيف يعني اشوفكم بعد المدرسه بس والله واشوفكم بعد المدرسه ان شاء الله لانه بروح كافي على وصديقتي اللي جنب المدرسه يعني هو بس والله يعني كثرت كلام مره طبعا. رحنا الحين خلاص صورت رحنا الحين الله يرحم ابوك انهم رحنا الحين وش اسمه اخذنا ونسينا صور لكم بالبداية اخذنا هذا و اسمعني ايش بعد بس والله سالي لها باي. وبس هذه كانت هذا الفيديو اتمنى يعجبكم ومع السلامة.